أزمات تلو الأخرى تعيش فيها منصة التغريدات الأشهر تويتر، فمنذ أن استحوذ عليها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في أكتوبر من العام الماضي، وما زالت قراراته التي يتخذها واحداً بعد الآخر تثير جدلاً كبيراً وتساؤلات عدة حول مستقبل المنصة. وبين التخبط الكبير الذي تعيش فيه تويتر على مدار الأشهر الماضية، وعلى الجانب الآخر أخذت تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة تطور من نفسها، خالقة حالة من التنافس الكبير على إثارة انتباه أكبر عدد ممكن من الجمهور. كان إطلاق تطبيق ثريدز من شركة ميتا واحداً من أبرز أشكال المنافسة الجديدة لمنصة تويتر، خاصة بعدما حقق التطبيق انتشاراً كبيراً في الأيام الأولى لإطلاقه. ولم تقتصر شركة ميتا على إطلاق تطبيق ينافس تويتر بشكل مباشر، ولكنها حاولت تحديث تطبيقاتها الأخرى بما يتلائم مع رغبات جمهور وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة منها للاستحواذ على أكبر عدد منهم. وكان آخر هذه التحديثات خدمة القنوات التي أطلقها تطبيق واتساب، وهي الخدمة التي أثارت جدلاً كبيراً منذ إطلاقها ونالت إعجاب الملايين من مستخدمي تطبيق واتساب. لم يقتصر الأمر عند ثريدز وواتساب، فقد أعلن تطبيق الفيديوهات الأشهر تيك توك عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نشر محتوى يتألف من نصوص فقط، وهي الميزة التي تضع التطبيق في منافسة مباشرة مع منصة التغريدات تويتر. كل هذه الأمور ما بين التخبط الذي تعيش فيه منصة تويتر والمنافسة الشرسة مع مختلف تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، تجد تويتر نفسها تحت حصار كبير يعمق من آلامها ويضع علامات استفهام كثيرة حول مستقبل غامض ينتظرها.